الشيخ عمر الرحمن كان بينكم؟ الشيخ عمر الرحمن طلع وراه فخرج وأخذ يدعو في الفيوم وبلاد معينة يعني كثيرة، وبعدين سافر إلى السودان ثم إلى أمريكا، وهناك كان يدعو في مسجده لولا أن تسلط عليه شاب يدعى عماد سالم كان يتعامل معه الـ FBI وأكال له يعني من كيان التهم، فحكم عليه بالسجن مدى الحياة. ما يعني السؤال عن الشيخ دكتور عمر موقفه من المراجعات من البداية؟ يعني أكيد كان هناك اتصالات ما بين الإخوة في السجن، احنا اعلناه ودينا الاخ المحامي الاستاذ منتصر زيات ادينا له نسخه من المراجعات ليوصلها للشيخ عمر. فالشيخ عمر اعلن على الجامعه مؤتمر صحفي واعلن فيه ان تفضيل الاخوه بتوع اليمان في ان يتخذوا القرار المناسب لان انتوا اقرب مني للواقع اللي عندكم. وتكلم كلام طيب جدا، لكن هناك بعض يعني للاسف الشباب هناك في امريكا تامروا على ايقاعه في يعني كمين التصدي ده وعوقب او حكم عليه بالسجن، لكنه في الواقع فكر الشيخ عمر كان ولا يزال ضد القتل. لكن احيانا بيحصل ايه؟ بيحصل ان في ناس بتبقى يوم وتفضل يعني تغذي الشيخ بالاراء المستفزه والولاد تدعوه للغضب على احوال المسلمين. كيف بدات فكره المراجعات؟ احنا كنا في ضنك شديد في التسعينات، عقد التسعينات، والأمر كان لفهم فهمه الإخوة في الخارج خطأ أو اجتهدوا فيه خطأ، وهو ضرب السياحة وضرب الاقتصاد وضرب الأشياء كل هذا للضغط على الدولة، الضغط على الدولة للإفراج عن المسؤولين والمعتقلين وما إلى ذلك، وبدأوا يتصاعدوا في الضربات، وحصل في أكثر من ضربة في الصعيد، ضربة أوتوبيس سياحي كان ماشي، مرة ضربة لسائحة بريطانية وماتت، وآخرها طبعا اللي كان فندق أوروبا اللي هنا اللي في الشارع نعم ضربوه وماتوا فيه عظيم عدد كبير، وبعدين كان في الأقصر وأسوان مسبحة الأقصر. كل هذا كان كفيل بقى بأنه يجعلنا نستشيط غضبا، ونسأل الله أن يجعل لنا وللإخوة جميعا مخرجا، لأن ده الأعمال دي دائما مغبة الدماء سيئة، وهذا الأمر جعلنا نفكر بجدية في مسألة الخروج والتفاهم مع المسؤولين. احنا المنطق فتح الباب الحوار ده مهم جدا، انا بقوله الان واتمنى من الله ان الفترة دي تشهد نوع من الحوار، لا اقصد به مسألة المصالحات وعدم المصالحات وتقبيل الرؤوس والأيادي، لا، احنا لابد نبدأ الحوار. احنا عندنا يعني أئمة علم موجودين بكثرة، ليسوا قلة، وعلى منهج أهل السنة والجماعة، ويمكن أن ندفع هؤلاء الناس إلى زيارة القيادات اللي موجودة في السجون الآن، والجلوس معهم وفتح لهم حوار جيد معهم حتى ما نصل إلى الرد على
الأدلة التي فهمت خطأ من جانب